اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدم لكم موقع لربح عملة البيتكوين بدون حد ادنى للسحب والسحب فوري على الفوست باي. باش نتعرف على هذا الموقع وكيف نشتغل عليه وكيف نسحبه والارباح وصلت على الفوست باي. ما تنساش اشترك في القناة، تفعيل الجرس بيوصلكم كل جديد يخص العمل وربح الانترنت في قناة عالم امين. واللي عنده استفسار وتساؤل يجب يتواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا على عالم امين على الفيسبوك، وكذلك على انستغرام، الرابط القهوة في صندوق الوصف. الان توجه الى الموقع. اسم الموقع اصدقائي واللي هو كوين جاكس في صندوق الوصف، وكذلك في اول تعليق مثبت وتلقاه مقالة كتبت فيها كل التفاصيل، طرق الربح، اثبت سحب والتسجيل. بعد ما توصلوا الى هذا الواجب عليكم ان تضغطوا على ريجستر، لكن قبل ذلك كما قاعدين تلاحظوا انك تربح من سيرف بي تي سي، يعني كتشاهد الاعلانات تتجاوز الرابط المختصره، وفي هذا المكان يقول لك انستنت بايمنت، يعني عندما تسحب ارباحك تصل، والمينيموم ويذرو اللي هو واحد ساتوشي يعني بدون حد ادنى للسحب تقريبا. هو موقع جديد، عليك كما قلنا تضغط على ريجستر باش تقوم بانشاء حساب جديد. كما عادت لدى أصدقائي، ما عليك إلا تخلي البريد الإلكتروني الخاص بك في هذا المكان، الباسورد، وعاد تكتب الباسورد، تنزل إلى الأسفل، الكابتشا هذه V3 يعني من دون وتفعل ولا شيء، تضغط على Create Account. بعد ذلك ممكن نطلب منك إنك تفعل حساب، كان مطلبش منك تدخل إلى حسابك بالضغط على Login، والآن باش نشوفوا التفاصيل. هذا حساب يا أصدقائي فيه 110 ساتوشي من عملة البيتكوين. الآن باش نشوفوا طرق الربح من هذا الموقع. الأول طريقة واللي هي سيرف أدز، تشاهد الإعلانات. بالنسبة لموقع كوين جاكس فيه بعض يعني البوب باندر والإعلانات المنبثقة. على كل هذه الإعلانات الموجودة عليك إلا تضغط على فيزيت ناو، هنالك إعلانات بخمسة ساتوشي، إعلانات باثنين ساتوشي، تضغط على فيزيت ناو باش تشاهد هذا الاعلان تقريب 45 ثانية. ما عليك الا تنتظر العداد كما قاعدين تشاهدوا فيه اعلى الصفحة الى ان تنتهي، وتضغط على فيريفي. تم التأكيد وتحصلنا على 5 ساتوشي. انت تقدر تشاهد كل هذه الاعلانات، تصل لك الارباح وتقدر تسحب. الطريقة الثانية واللي هي شورت لينك، تجاوز الرابط المختصرة. تقريب هنالك 6 روابط مختصرة، وفي بعض الأحيان تلقى رابط تقدر تتجاوز العديد من المرات. ما عليك إلا تضغط على جو، تتجاوز الرابط وتحصل على 5 ساتوشي وكل رابط مختصر وأرباحه. نضغط على achievement واللي هي طريقة أخرى للربح، إنك تتجاوز 5 روابط مختصرة تتحصل على 5 ساتوشي بطريقة مجانية. بالنسبة للديلي كونتست واللي هي مسابقات على ما اظن يومية، معناتها انت كان جيت في المرتبة من المرتبة الاولى المرتبة 15 بالنسبة للنقاط تتحصل على الريورد كي، يعني 150 120، الحد الادنى للربح هو 20 ساتوشي. انت ما عليك الا تشتغل على موقع وتكون من المرتبة الاولى المرتبة 15 وتربح هذه المبالغ بشيء ايجابي. بالنسبة للاحالات تتحصل على 5 ساتوشي على كل احالة، بعد ذلك تقدر تحولها للبالانس وتسحبها. كيف باش نجلب رابط الإحالة الخاص بينا؟ تضغط على الداشبورد، وهذا هو رابط الإحالة الخاص بيك، تلقى أسفل الصفحة. تتحصل على 10% بالنسبة قيمة أرباح الصديق الذي اشتغل وسجل من الرابط الخاص بيك. تنسخ هذا الرابط كما قلنا أصدقائي، 10% نسبة ليست بالكبيرة لكن نسبة جيدة، وتقدر تشتغل على رابط الإحالة كذلك باش تحسن من ربحك. الآن باش نضغط على withdraw وباش نقوم بالسحب من موقع كوين جاكس ونشوفوا إثبات السحب أصدقائي. كما قاعدين تلاحظوا يقول لك فوست باي وولت، ما عليك إلا تخلي البريد الإلكتروني اللي أنت مسجل به في الفوست باي، هذا البريد الإلكتروني الخاص بي، وتضغط على هذا الزر الدائرة لكي تصبح زرقاء يعني رصيد. الآن تقدر تسحب إلا بيتكوين، يمكن في المستقبل يضيفوا عملات أخرى. لدينا في الرصيد 116 ساتوشي. نكمل الكابتشا بشكل صحيح ونضغط على withdraw، لكن احنا فعليا لدينا 115.66، فبالتالي نخليه 115 ساتوشي لكي نقدر أن نسحب. كما قاعدين تلاحظوا مينيموم 1 ساتوشي السحب، يعني بدون حد السحب. الآن نضغط على withdraw
وكما قد نتلاحظوا تمت العملية بنجاح، يقول لك جود جوب، وأرسلنا لك ال 115 ساتوشي في الفوست باي الخاص بك. الآن نتوجه إلى الفوست باي أصدقائي، كما قد نتلاحظوا أصدقائي اسم الموقع كوين جاكس، و 115 ساتوشي من عملة البيتكوين نورمال بايمنت، وفي 4 مايو الموقع صادق ويدفع، تقدروا تستغلوا عليه لكي تربح العملات الرقمية بيتكوين، يو اس دي تي، ترون، يمكن في المستقبل يضيفوهم، تربح العملات الرقمية بطريقة مجانية بطرق سهلة وبسيطة جدا. إن شاء الله نلتقي في مواقع أخرى ومجال جديد للعمل والربح من الإنترنت من قناة عالم أمين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.